أهلا وسهلا بك مجددا. لو تحدثنا عن حكومة الاحتلال الحالية وما بها من صراعات، لأي درجة حل الكنيست اليوم ينعكس بشكل أو بآخر على المجتمع الفلسطيني؟ ما من شك بأنه عند الحديث عن الواقع الإسرائيلي الداخلي هو ينعكس بشكل مباشر على الواقع الفلسطيني، بمعنى أنه أي شيء علينا. لكن الحقيقة يجب الانتباه إلى قضية جوهرية في هذا السياق، بأنه الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة خلال ربما العقود الأخيرة ساهمت بشكل كبير في اتجاه يعني قمع الفلسطيني، هضم المزيد من حقوقه، والأهم من ذلك برأيي إدارة الظهر للحراك السياسي للقضية الفلسطينية، متسلحين لا شك بمواقف دولية خارجية، لكن أيضا حالة الضعف الداخلي في إسرائيل تؤدي إلى المزيد من التطرف تجاه القضايا الفلسطينية المختلفة. بالتالي هذا الصراع باعتقادي له ارتدادات كبيرة سلبية في مجملها على القضية الفلسطينية، وإيجابية في اتجاه واحد ألا وهو الإثبات للفلسطيني وتحفيزه نحو الإيمان بأن المقاومة هي السبيل الوحيد للتحرر والخلاص. نعم، ربما اليوم حكومة تسير على الأعمال القادمة هي ليست بصدد التصعيد وخاصة من الناحية العسكرية، أليس هذا ربما هو يعني يعتبر فرصة بشكل أو بآخر لغرفة المقاومة المشتركة من أجل التلويح بهذه الورقة للضغط على الاحتلال في عدة ملفات من بينها ملف الأسرى المضربين عن الطعام؟ باعتقادي موضوع التصعيد من عدمه أو الرغبة باتجاه الانجرار إلى حرب من عدمها لا يختلف ما بين الحكومة الانتقالية والحكومة المستقرة، بمعنى في إسرائيل لا يوجد رغبة ما من شك باتجاه الذهاب إلى أي مواجهة مفتوحة لا مع الفلسطينيين ولا حتى مع الجبهة الشمالية في ظل تعقيد الكثير من الملفات. لكن من جانب آخر يجب الانتباه إلى مسألة مهمة، بأن المستوى الأمني في إسرائيل لديه توجه معين فيما يتعلق بالملفات الأمنية بغض النظر عن الحكومات. أنا لا أعتقد بأنه يعني اختلف الواقع كثيرا عن الحكومة المستقرة والانتقالية، خاصة أنها تمثل ذات الوجود، لكن ربما نجد بأنه الحكومة برئاسة لبيد ستكون أكثر صرامة في التعاطي والتعامل مع الفلسطينيين، لأنه يساري سيكون مضغوط عليه من اليمين بشكل كبير. نعم، ولكن ربما من باب الدعاية الانتخابية الحكومة الإسرائيلية عكفت على استفزاز المواطنين وعلى يعني خوض معارك أو حتى ربما اعتداءات، دعنا نقول، أو عدوان بشكل واسع سواء في غزة أو الضفة من أجل كسب المزيد من التأييد في المجتمع الإسرائيلي. أنا باعتقادي يعني هذا الملف، ملف الضغط على الفلسطينيين وقمع الفلسطينيين والتضييق من أجل الأصوات، لم يعد يؤثر كثيرا في المساحة الانتخابية الإسرائيلية. اليوم هناك مجموعة من التحديات حقيقة في الداخل الإسرائيلي أكبر من الملف الفلسطيني، على رأسها الانقسام الموجود ما بين المكونات المختلفة، يسار، يمين، علماني، متدين إلى آخره من هذه الانقسامات، الكراهية الكبيرة الموجودة اليوم ما بين تيار نتنياهو المسمى بالبيبيزم وبقية التيارات، غلاء المعيشة كذلك، محاولة التخلص من الفساد الموجود. هناك قضايا اليوم دفعت باتجاه أن القضية الفلسطينية والموضوع الأمني ربما تأخر كثيرا أمام هذه الملفات، ليس أولوية. نعم، ربما لضيق وقتك وفي دقيقة واحدة، اليوم هناك سباق وتنافس شديد بين الحركات الإسرائيلية والأحزاب الإسرائيلية بشكل عام وخاصة نتنياهو، برأيك المرحلة القادمة من سيكون له نصيب الأسد بها، وما هي الملامح للحكومة القادمة حسب توقعاتك؟ يعني باعتقاد الأزمة السياسية ستستمر، ليس من السهل أن يحصل نتنياهو على 61 مقعد بمفرده، بمعنى مع الحريديم والحردليم الصهيونية الدينية،
لكن أنا أمام ثلاث سيناريوهات. الأول فشل تشكيل حكومة وبقاء الحكومة الانتقالية. الثاني قدرة نتنياهو على تشكيل حكومة بمفرده بمعنى مع توليفته الاعتيادية. والثالث تسليم إسرائيل بالأمر الواقع بأنه لابد من تشكيل حكومة حتى مع نتنياهو بأريحية. وسيناريو رابع أخير ربما نجد أن هناك حكومة جديدة من دون نتنياهو أيضا. نعم، إذن السيد عماد أبو عواد المختص بالشأن الإسرائيلي حدثنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.